بيتك وين ترتفع. بعد عام صعب في عام 2022 حيث شهدت الأسواق المالية تراجعاً كبيراً، سعر بيتكوين يرتفع من جديد، مما يثير دهشة الكثيرين. هذه القفزة تصنع عناوين الأخبار وتثير حماس المستثمرين في جميع أنحاء العالم. يتساءل الكثيرون عما إذا هذه بداية سوق صاعدة جديدة أم مجرد فقاعة أخرى؟ ارتفاع السعر الأخير كبير ومفاجئ، لقد ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة كبيرة في وقت قصير، مما يعيد الأمل للمستثمرين. هذا التقلب هو جزء مما يجعل بيتكوين مثيرة ومحفوفة بالمخاطر، حيث يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة. هناك العديد من العوامل التي تساهم في صعود بيتكوين، بما في ذلك التبني المؤسسي. تشمل هذه العوامل تبني المؤسسات وزيادة عدم اليقين العالمي والاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية ووعي متزايد بالعملات الرقمية، مما يدفع المزيد من الناس للاستثمار في بيتكوين. هذه القفزة هي أخبار جيدة للمستثمرين الذين احتفظوا ببيتكوين لفترة طويلة، كما أنها تجذب مستثمرين جدد يرغبون في أن يكونوا جزءاً من الحدث ويأملون في تحقيق أرباح كبيرة. ارتفاع بيتكوين يجعل بعض الناس أثرياء للغاية. لقد شهدنا ارتفاعاً هائلاً في قيمة بيتكوين على مر السنين، مما جعل العديد من المستثمرين الأوائل يحققون ثروات ضخمة. هؤلاء هم أوائل المتبنين ورواد الأعمال الذين آمنوا ببيتكوين عندما كانت قيمتها قليلة جداً. في تلك الأيام كان تعدين بيتكوين يتم باستخدام أجهزة كمبيوتر بسيطة، ولم يكن أحد يتوقع أن تصل قيمتها إلى ما هي عليه اليوم. تشانغ بينغ تشاو مؤسس باينانس هو الآن أحد أغنى الناس في العالم. بفضل رؤيته واستثماره المبكر في العملات المشفرة، تمكن من بناء إمبراطورية مالية ضخمة ترتبط ثروته ارتباطاً مباشراً بسعر بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. كلما ارتفعت أسعار هذه العملات، زادت ثروته بشكل كبير. توأم وين كالفوس، المعروفان بمشاركتهما في فيسبوك، هما أيضاً من مليارديرات بيتكوين. لقد استثمروا بكراً وشهدوا ثروتهم تتضاعف مرات عديدة، مما جعلهم من أبرز الشخصيات في عالم العملات المشفرة. لقد استثمروا مبكراً وشهدوا ثروتهم تتضاعف مرات عديدة. نجاحهم في هذا المجال يعكس الإمكانيات الهائلة للاستثمار في العملات المشفرة. مايكل نوبوغراتس، مدير صندوق تحوط سابق في وول ستريت، هو شخصية بارزة أخرى في مجال العملات المشفرة. بفضل خبرته المالية واستثماراته الذكية، أصبح من أكبر الداعمين لبيتكوين. لقد كان من أكبر الداعمين لبيتكوين، وقد أثمرت استثماراته بشكل كبير. نجاحه يعكس كيف يمكن للخبرة المالية أن تلعب دوراً كبيراً في تحقيق النجاح في هذا المجال. هؤلاء المليارديرات هم رمز لإمكانات بيتكوين. قصص نجاحهم تلهم العديد من المستثمرين الجدد، وتظهر كيف يمكن للاستثمار في العملات المشفرة أن يغير الحياة. قصصهم تلهم مستثمرين جدد وتغذي السوق الصاعدة الحالية. مع استمرار ارتفاع أسعار العملات المشفرة، يتطلع المزيد من الناس إلى الانضمام إلى هذا السوق الواعد وتحقيق النجاح المالي. غالباً ما يطلق على بيتكوين اسم الذهب الرقمي. هذا ليس مجرد لقب عشوائي، بل يعكس دورها المتزايد في الاقتصاد العالمي. مثل الذهب، ينظر إليها على أنها أصل ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. في الأوقات التي تهتز فيها الأسواق، يلجأ المستثمرون إلى بيتكوين لحماية أصولهم. عندما تطبع الحكومات المزيد من النقود، يمكن أن تنخفض قيمة العملات التقليدية. هذا التضخم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة في العملات الورقية. ينظر إلى بيتكوين بإمداداتها الثابتة على أنها تحوط ضد التضخم. بفضل العرض المحدود، تظل قيمتها محمية من التآكل. يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية أيضاً على سعر بيتكوين. في عالم مترابط، تؤدي الأزمات إلى تقلبات في الأسواق، وبيتكوين ليست استثناء. على سبيل المثال،
أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة اعتماد بيتكوين في بعض المناطق. في أوقات الأزمات يبحث الناس عن بدائل آمنة وسهلة الوصول. مع فقدان المزيد من الناس الثقة في الأنظمة المالية التقليدية، تزداد جاذبية بيتكوين. هذا الاتجاه يعكس رغبة متزايدة في الاستقلال المالي، وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان ذات العملات الضعيفة أو الحكومات غير المستقرة. في هذه البيئات تصبح بيتكوين ملاذاً آمناً ووسيلاً للحفاظ على القيمة. قبل عامين فقط كان سوق العملات المشفرة في سوق هابطة، فقدت بيتكوين جزءاً كبيراً من قيمتها، وكان العديد من المستثمرين قلقين. ساهم انهيار العديد من مشاريع العملات المشفرة البارزة والعناوين السلبية في الصحف في الانكماش. اعتقد الكثير من الناس أن بيتكوين قد انتهت، ومع ذلك ظلت التكنولوجيا الكامنة وراء بيتكوين قوية. استمر المطورون في بناء الشبكة وتحسينها. يظهر الارتفاع الأخير في الأسعار أن بيتكوين مرنة. لقد انتعشت من الانكماشات السابقة وتستمر في جذب المستثمرين. القسم الخامس، حكاية اثنين من جبابرة العملات المشفرة، سيزي وتوأم وينكلفوس. يمثل تشانغ بينغ تشاو وتوأم وينكلفوس طريقين مختلفين للثراء من العملات المشفرة. سيزي هو ملياردير عصامي بني بيننس لتصبح بورصة عالمية. من ناحية أخرى يأتي توأم وينكلفوس من خلفية متميزة. لقد استخدموا ثروتهم للاستثمار في بيتكوين في وقت مبكر. على الرغم من اختلافاتهما، إلا أن كلا القصتين تسلطان الضوء على إمكانات سوق العملات المشفرة. إنها تظهر أنه من الممكن تحقيق ثروة تغير الحياة من خلال العملات المشفرة. تظهر رحلاتهم أيضاً أهمية التوقيت وتحمل المخاطر في عالم الاستثمار المتقلب في العملات المشفرة. القسم السادس، قطار التنظيم إلى المم رولر كوستر. لا تزال الحكومات في جميع أنحاء العالم تحاول معرفة كيفية تنظيم العملات المشفرة. يمكن أن يؤثر هذا الغموض على السوق. تتبنى بعض البلدان العملات المشفرة، بينما تتخذ بلدان أخرى نهجاً أكثر حذراً. يخلق هذا المزيج من اللوائح تحديات للشركات والمستثمرين. هناك حاجة إلى لوائح واضحة لتعزيز الابتكار وحماية المستثمرين. ومع ذلك، فإن التنظيم المفرط يمكن أن يعيق نمو صناعة العملات المشفرة. سيعتمد مستقبل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى جزئياً على كيفية تكيف المنظمين مع فئة الأصول الجديدة هذه. القسم السابع، مستقبل بيتكوين غامض لكنه واعد. من المستحيل التنبؤ بمستقبل بيتكوين. لا يزال السوق صغيراً ويتطور باستمرار، ومع ذلك تشير عدة عوامل إلى أن بيتكوين لها مستقبل مشرق. وتشمل هذه العوامل اعتمادها المتزايد، إمداداتها المحدودة، وطبيعتها اللامركزية. أصبحت بيتكوين سائدة بشكل متزايد، تقبلها المزيد من الشركات كوسيلة للدفع، ويلاحظ المستثمرون المؤسسيون ذلك. إن إمداداتها المحدودة من 21 مليون قطعة نقدية تجعلها أصلاً نادراً، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها بمرور الوقت. القسم الثامن، ما وراء بيتكوين؟ عالم العملات المشفرة يتوسع. بيتكوين هي واحدة من آلاف العملات المشفرة. عالم العملات المشفرة واسع ويتوسع باستمرار. إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، هي عبارة عن منصة للتطبيقات اللامركزية. لديها نظامها البيئي المزدهر من المشاريع والمطورين. توفر العملات المستقرة المرتبطة بقيمة العملات الورقية خياراً أقل تقلباً لمستخدمي العملات المشفرة. الرموز غير القابلة للاستبدال أو NFTs هي أصول رقمية تمثل ملكية عناصر فريدة مثل الأعمال الفنية أو المقتنيات. يوفر تنوع سوق العملات المشفرة للمستثمرين مجموعة واسعة من الفرص. القسم التاسع، الخاتمة، عصر جديد للأصول الرقمية.
يعد الارتفاع الأخير في أسعار بيتكوين بمثابة تذكير بالإمكانات التحويلية للعملات المشفرة. تغير الأصول الرقمية الطريقة التي نفكر بها في المال والتمويل والإنترنت. بينما لا تزال هناك تحديات وشكوك، فإن مستقبل العملات المشفرة مليء بالإمكانيات. مع تبني المزيد من الناس لهذه التكنولوجيا الجديدة، يمكننا أن نتوقع رؤية ابتكار ونمو مستمرين في السنوات القادمة.